رجعنا لحضراتكم تاني، ما عنديش كلام اقوله، الصوره بتعبر عن كل شيء. مش هقول ايه، هقول ايه اكتر من اللي قدام. حبيبي عثمان منور، عثمان منورتنا والله. نورك يا استاذ احمد. اولا انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج على الانترو الممتاز ده، يعني ربنا يخليك بجد، يعني تستاهل اكتر من كده. الله يخليك يا استاذ احمد فعلا، يعني حاجه مشرفه وحاجه محترمه. الله يخليك يا استاذ احمد، انا بشكر حضرتك ان انا موجود معاك النهارده، وبشكر اداره القناه على انها ادتني الفرصه اكون متواجد مع جمهور الزمالك النهارده ان شاء الله. ربنا يخليك يا عثمان حبيبي والله. الله يعزك. شكرا يا استاذ. بدايتك ازاي وعشقك للزمالك ازاي؟ هو الموضوع جه معايا من سن صغير قوي، يعني كان من سن 5 أو 6 سنين. يعني هو كان سبحان الله، يعني هو كان يعني عوض من ربنا في حته ان انا ما بقتش العب كوره نتيجه للاصابه بتاعتي، في ان والدي، لان والدي زملكاوي جامد قوي يعني، فحب ان مصر كلها زملكاويه. يعني كل جيل والله بيقول لي، حتى هنا المصور عندنا اهو بيقول لي والدي زملكاوي واخوه زملكاوي، يعني الناس كلها. لا جمهور الزمالك، لا جمهور الزمالك كبير طبعا جدا بصراحه. جمهور الزمالك في مصر جمهور كبير. ما يعني افتكر ان الزملكاويه في الصعيد بس، لما جيت القاهره لقيت القاهره كتير قوي زمالك. يعني الاعداد الوهميه اللي بتتقال دي، لا جمهور الزمالك جمهور كبير قوي في مصر. يعني ان شاء الله بامر الله يكون ليهم وجود الفتره الجايه مع تحسن احوال الفرقه بامر الله ان شاء الله. بس انت بتحب الزمالك حب جنوني، يعني بصراحه الحب ده على فكره هو كل الناس كده، بس انت حاجه ثانيه، يعني انا شايف فيك حاجه غريبه. والله يا استاذ احمد، يعني انا بشترك مع جمهور الزمالك في ان يعني احنا بنحب الزمالك فعلا، دي حقيقه. هتلاقي السوفت وير ده واحد عند كل جماهير الزمالك، انه بيعامل الزمالك مش نادي، هو فرد من افراد العيله بتاعته، فعشان كده بيحبه زي ما بيحب اخوه، زي ما بيحب والده، زي ما بيحب فرد من افراد العيله. مش ركن اساسي، ده اساسي ده بالظبط، وبيأثر في مودنا وبيأثر في حياتنا وفي شغلنا واحنا رايحين، وفي يومنا بينتهي ازاي، بننام ازاي. يعني المود نفسه بيختلف مع فوز الزمالك او لا قدر الله اي حاجه. بالنسبه للمود، اخطر مباراه زعلتك بصراحه كده؟ اكتر مباراه زعلتني كان صن داونز، يعني صن داونز. طبعا يعني كان هي مش زعلتني بس، هي زعلت كتير من جمهور الزمالك، ربنا ما اردش. لكن الدموع اللي كانت موجوده في الماتش ده كان يعني منظر ماساوي، اتمنى ان هو ما يتكررش تاني. يعني عملت ايه يا سو؟ كلنا اكيد بكينا، لان زي ما بقول لحضرتك ان الزمالك فرد من افراد الاسره، فكاني الفرد ده تعبان او في ازمه او في كرب، كلنا بكينا بجد. يعني مفيش حد في الاستاد ما بكاش، بس ان شاء الله يعني نامل من ربنا اللي جاي يكون افضل، وان شاء الله ما يتكررش موقف زي كده تاني بامر الله. في لحظات صعبه مرت عليك داخل الملعب اثناء مباراه معينه، او يعني حسيت بحاجه كده، يعني حسيت بلحظات صعبه جدا عليك في موقف معين، في حاجه معينه؟ هي مش لحظات صعبه، لكن نقدر نقول كان احساس متضارب ما بين الواحد، يعني حزين للموقف اللي هو كان فيه مع وجود امل تاني. ودي كانت اللقطه الشهيره بتاعت ماتش النجم الساحلي، ان ما كانش الواحد متوقع مثلا ان الاداء الرجولي ده يكون موجود ونعوض. احنا كنا مطالبين ان احنا نغلب باربعه، فيجي لنا الامل. يعني اللقطه الشهيره بتاعت الدموع دي اللي هي جمهور الزمالك عرفني من خلالها، كانت بعد الهدف الثالث، وكانت دموع فرحه. كانت دموع فرحه ان جالك امل ان الزمالك يرجع تاني ب 10 لعيبه، وده اللي بيفرق بقى عند جمهور الزمالك. يعني انا مش مشكله عندي انك انت تخرج من بطوله او تتهزم ماتش، مش مشكله خالص، لكن حسسني انك انت عملت اللي عليك في ارض الملعب، وما قصرتش في حق جمهور الزمالك وحق النادي وحق التيشيرت اللي انت لابسه ده. يعني لان التيشيرت ده غالي جدا، وياما ناس يعني مشيت جنب سور النادي كده بس تامل انها تلبس التيشيرت ده، فلازم اللعيبه تبقى عارفه حاجه زي كده، وخصوصا اللعيبه الحاليه الموجوده. شايف اللعيبه الحاليه يعني تستاهل ان هي ترتدي التيشيرت؟ مش عايز اقول يعني طبعا، يعني في يستحق. هي دي اللقطه؟ لا دي كانت في مباراه بعدها، يعني دي في مباراه بعدها، لكن مباراه نجم الساحلي كان مباراه النجم الساحلي عادي. كانت لقطه الدموع دي، ودي كانت دموع فرحه، يعني ما كانتش دموع حزن يعني. فدي اللي عرفني جمهور الزمالك من خلالها يعني. حضرتك كنت بتسالني عن اللعيبه الموجوده دلوقتي. اللعيبه الموجوده دلوقتي في البعض كويس ويستحق ان هو يلبس تيشيرت، لكن الغالبيه العظمى مش عارفه قيمه التيشيرت ده. فهم كانوا نجوم في فرقهم، فلازم يبقوا عارفين ان هم لابسين تيشيرت نادي الزمالك، تيشيرت اعظم الانديه في مصر، ولازم يبقوا عارفين جماهيريه النادي ده، وانه مطلوب منهم حاجات كتير يعني غير الانديه اللي كانوا بيلعبوا فيها، مع احترامي ليهم. طبعا الموضوع مختلف تماما. طبعا اكيد طبعا، يعني زي ما قلت لحضرتك اللعيبه دي كانت نجوم في فرقها، لكن ما كانتش الفرق دي مطالبه ببطولات يعني. بالظبط. انت دلوقتي موجود في فريق جماهيري، ليك مسؤوليات، لازم تبقى عارف ان مطلوب منك مش اقل من بطوله او اتنين كل سنه، لان الزمالك مش نادي صغير يعني.
بس حال الزمالك دلوقتي مضايق ناس كتير على الصمود وتعب ناس كتير وناس كتير زعلانه وناس كتير بتشكي وناس كتير بتكلمني وناس كتير اكيد طبعا بتمر بالمراحل دي طبعا اكيد او بيكلموك او بس طبعا انت قريب قوي من لعيبه ومقريب قوي من مجلس اداره فشايف شايف الوضع ازاي وهل والله يا استاذ احمد انا عايز اقول عايز اطمن جمهور الزمالك العظيم ان شاء الله يعني نامل بامر الله ان اللي جاي يكون افضل يعني بامر الله يا رب ان شاء الله بس طبعا النتائج دي ما يعني او تدهور النتائج دي ما مش طموح جماهير نادي الزمالك جماهير نادي الزمالك زي ما قلت لحضرتك بتدور على بطوله او اثنين كل سنه فربنا ييسر ويكون الجاي افضل يعني ما املش ان الموسم ده موسم للنسيان يعني ما املش ان الموسم ده يتكرر تاني يعني السنه الجايه ان شاء الله شايف اللي جاي افضل ان شاء الله اكيد بامر الله كلنا عندنا امل قدام الجمهور جمهور الزمالك بالاعداد دي وبالحب ده وبالانتماء ده اكيد اللي جاي هيكون افضل بس يعني لازم وجود الاستاذ احمد انا بناشد من برنامجك ده الزمالك محتاج جمهوره دلوقتي يعني لازم جمهور الزمالك لازم اللعيبه دي تحس بالجمهور بالظبط لازم طبعا. تحس ان في جمهور في يعني مجرد انك انت بتلعب لعبه بتسمع صوت الجمهور اذا كان راضي عنها او لا ده اللي اللعيبه دي محتاجاه سواء في تدريب سواء في ماتش لازم جمهور الزمالك ده عنصر لازم توافر في الفتره الجايه. في كلمه قالها الكابتن شادي كان مع الكابتن خالد الغندور من يومين تقريبا تمام. وقال اللعيبه الجديده دي لو قاعده وفي جمهور فعلا بيشوف التمرين بتاعها مش هتقدر تلعب المباراه دي على الاقل تفوز 3-4 ما تقدرش تقابل وتواجه الجمهور بالوضع ده مزبوط. مش ممكن ما هي دي المسؤوليه بقى اللي بتبقى ملقاه على عاتق اللعيبه دي انك انت تبقى عارف ان وراك نادي جماهيري انت مش بتلعب في نادي شركات انت في نادي جماهيري لازم يحس ان في جمهور هيزعل هيغضب هيحزن ده هيجي بقى من حضور الجماهير في التدريبات او حضورها في الماتشات جمهور الزمالك الحقيقي بقى فربنا ييسر ان شاء الله الفتره الجايه في امر الله اسمه من كنت بتروح المباريات طبعا وكنت قريب جدا من اللعيبه ومن الجهاز الفني كنت شايف ايهاب جلال واداره ايهاب جلال الفنيه لنادي الزمالك بصراحه تمام من وجهه نظرك تمام. كنت متفائل بايهاب بجد ويعني الكلام جمهور نادي الزمالك العظيم تقول له اللي جواك بجد كنت متفائل بايهاب هقول لحضرتك حاجه انا في البدايه انا كنت شايف ان كابتن ايهاب جلال هو يعني ده وجهه نظر يعني كنت شايف وحاطط فيه امل زي جمهور الزمالك كتير يعني كنا حاطين امل ان هو هيبقى الجوهري الثاني تمام هو ده المشكله دي المشكله بالظبط كابتن ايهاب جلال امكانياته فعلا امكانيات عاليه يعني خد من احسن مدربين في مصر لكن يعني مش عايز نادي جماهيري يبقى عليه ضغوط وعليه متطلبات يعني هو ممكن ينجح في انديه زي ما حضرتك شفت في المقص بتاع ماشي مفيش ضغوط مش مطالب ان هو يغلب كل ماتش لكن نادي زي نادي الزمالك لازم مدير فني بمواصفات معينه مواصفات خاصه يعني شايف ان يعني الفتره بتاعته كانت يعني هو ما كانش موفق طبعا اكيد النتائج الاخيره دي لازم تخلينا نقول انه ما كانش موفق مع في اداره نادي اداره الفريق بتاع الزمالك النتائج دي ما طلبش بنادي الزمالك اكيد يعني طب وكابتن خالد جلال بصراحه مش حاسس ان في شغل معمول في الفرقه طبعا كابتن خالد جلال شايف ان في بصمه ظهرت من خلال 72 ساعه اكيد طبعا كابتن خالد جلال حتى بصمته واضحه من ايام كان بيدرب السويس يعني وبعدين هو ابن من ابناء النادي وعارف المنظومه ماشيه ازاي زيه زي كابتن مؤمن سليمان لما جه في الفتره بتاعته كان عارف برضه الدنيا ماشيه ازاي ويعني انا بامل لو قعد فتره طويله ممكن يعمل حاجه ويحقق بطولات زي ما كابتن مؤمن سليمان عمل يعني تخيل ممكن كابتن ايهاب يعمل زي الكابتن مؤمن يعني كابتن خالد جلال ممكن طبعا يعمل زي كابتن مؤمن لو ادينا له فرصه بس انا يعني اظن ان في تعاقد في تعاقد حصل بالظبط مع المدرب بس انا شايف ان وجود خالد جلال في الفتره الجايه مع الفريق حتى في وجود مدير فني اجنبي يعني انا شايفها ان بتبقى يعني لازم وجود تساعد على بالظبط ده حقيقي يعني لازم حد من ابناء النادي يكون مع المدير الفني الاجنبي ده عشان يعرفه الامور ماشيه ازاي ويعرفوا الدنيا ماشيه ازاي جوه الفريق يعني. مؤمن شايف طبعا قريب باللعيب اكتر لعيب قريب للاستاذ مؤمن مين؟ هو اكتر لعيبه يعني اولا يعني انا بشوف اللعيبه في يوم المباراه تمام انا يعني ما بشوفش لعيبه نادي الزمالك غير يوم المباراه بس يعني حتى انا مش صديق ليهم يعني احنا ممكن نخرج او كده لا يعني بشوفهم يوم المباراه لكن اللي كانوا مقربين ليا جدا ان شاء الله يجوا بقى بالسلامه لان هم مش موجودين دلوقتي زي عمر جابر زي شيكابالا كهربا مصطفى فتحي دول كانوا يعني ممكن مقربين ليا شويه عن اي حد ممكن يكون موجود الموجودين دلوقتي يعني مفيش حد من الموجودين دلوقتي قريب منك او زي اللعيبه اللي ماشي لا ما فيش تواصل ما بيننا غير هو يوم الماتش بس اللي ممكن اكلمهم بتاع لو جت الفرصه كمان لكن مفيش تواصل مباشر ما بيننا او كده طب ناخد مكالمه معانا اتفضل الو حافظ
الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صحابه ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ عامل ايه؟ منور الشاشه والله. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. ومنور الاستاذ الكابتن، احلى مشجع زملكاوي الاستاذ مؤمن مرجان. الله يخليك يا استاذ حافظ. منور الشاشه يا حبيبي والله. الله يخليك يا حبيبي. اتفضل يا استاذ حافظ. انا هتكلم انا يا استاذ احمد النهارده، يمكن اتكلم بس في 5 نقط بس بسرعه يعني، او 4 يعني بالكثير. طيب ماشي اتفضل. النقطه الاولى بتتكلم خلاص. نقطه الناس بتصل على عشان موضوع الحياديه والمهنيه والكلام ده. انت يا استاذ احمد، هي طبعا من اساس المهنيه طبعا الحياديه، طبعا كلنا متفقين على كده. بس هو دلوقتي الاعلام لما تطور، هم وجدوا ان الحياديه صعب انها تبقى موجوده في الاعلام بشكل عام، لدرجه ان السي ان ان الامريكيه نفسها معروف، وهي يمكن في ضمن اكبر ديمقراطيات في العالم في امريكا، انها تبع مثل الحزب الديمقراطي مثلا. فوكس نيوز تبع الحزب الجمهوري. يعني فكره الحياديه دي مش موجوده بشكل عام في الاعلام في العالم كله. انما مطلوب المهنيه موجوده. يعني انت عند حضرتك ان اي حد يحب يخش رايه والراي الاخر، اهم حاجه في المهنيه الراي والراي الاخر، ودي الحمد لله متوفره في البرنامج بتاع حضرتك يعني. الحمد لله. عشان الناس اللي بتطالب الحياديه ومش الحياديه، طالما المهنيه موجوده وانت من حقك تتكلم وتقول اللي انت عايزه خلاص. دي اول نقطه عشان نقفلها كده خلاص. النقطه الثانيه، انا اتكلم عن الزمالك برضه، لازم اتكلم عن الزمالك حبيبي يعني. الزمالك يا استاذ احمد، انا ملاحظ انه بدا يعني ايه، احنا بنقول يا رب بدا يعني يطور شويه في الاداء، يعني واقف على رجله. انا مش هتكلم غير حته فنيه بس صغيره يعني. هو بس فاضل بس نقطه يعني اللي احنا بنقول عليها الارتداد من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع. يعني انا اسمع ان هي اسمها يعني ترانسيف ديفنس وترانسيف اوفنس، يعني الارتداد من الهجوم للدفاع والدفاع للهجوم. دي يعني لسه عايز تظبيط، يا ريت الكابتن خالد جلال يظبطها بس شويه. يعني كان فيها كانت في اسوء وقتها في ماتش المقصه. الحمد لله اننا عدينا المقصه، كابتن خالد جلال نزل. يا ريت يطور نقطه الارتداد من الدفاع للهجوم والهجوم للدفاع، دي لازم. بس دي اللي انا هتكلم فيها. تمام. النقطه الثالثه بقى، انا هتكلم عن المداخله. انا حضرتك دخلت مداخله فات فاتكلمت عن المنافسه، ان احنا لازم يكون عندنا منافسه. انا اتكلمت كمواطن مصري محب لكره القدم، وعايز يبقى فيه منافسه ويكون عندنا دوري محترم. تمام. نتنافس فيه، يعني كل الفرق بتنافس فيها يا استاذ احمد. يعني حضرتك انت عارف النادي الاسماعيلي طبعا. عظيم، نادي محترم، نادي في محافظه الاسماعيليه محترم. حضرتك نادي الاسماعيلي ده شعاره حضرتك عارفه ايه؟ اه، نادي الاسماعيلي كره القدم. كره قدم بس كده. يعني نادي الاسماعيلي ما بيتمارسش فيه، يمكن جماهير يمكن مصر ما بتعرفش، النادي الاسماعيلي ما بيتمارسش فيه اي لعبه غير كره القدم بس. يعني هل يعقل يا استاذ احمد النادي الاسماعيلي من 2002، يعني احنا داخلين على 16 سنه دلوقتي، ما ياخدش دوري ولا كاس؟ يعني ما ينفعش. يعني هو شغلانته كره القدم بس وما ياخدش حاجه خالص. يعني هو فاتحين النادي كده الظاهر عشان الناس تخش تشرب شاي، لكن بطوله دوري بس برضه. يعني نادي الاسماعيلي برضه نادي كبير يا استاذ حافظ، يعني نادي كبير ومحترم، يعني قصدي يعني برضه بينافس يعني لعيبه الاهلي كلها من نادي الاسماعيلي. يعني احنا حاسبين العمليه بطولات وانجازات، ولا احنا زعلانين على الزمالك عشان السنه دي يا دوب الثاني او الثالث او الرابع؟ فنادي بحجم الاسماعيلي اهو مفيش حاجه خالص. نادي الاتحاد السكندري اللي هو زعيم الصغر ونادي، يعني اخر بطوله ليه سنه 76 كاس، يعني ليه دلوقتي داخلين على 30 سنه، اكثر من 30 سنه والله ما فيش حاجه خالص. فاحنا من حقنا برضو نسال ليه، يعني ليه الانديه مثلا ما تتفقش على الدوري؟ ليه النادي بس بياخده؟ يعني ده انا هتكلم عليها، مش هتكلم ككوره والله. يعني انا كمشجع كزملكاوي مثلا، عشان في ناس حضرتك اتكلمت تقول الاستاذ حافظ بيتكلم على موضوع ان ايه، بيتكلم على الاهلي ومش الاهلي. انا ماليش دعوه بالاهلي ككوره، انا بتكلم كمواطن، بتكلم على منافسه، بتكلم على رياضه، بتكلم على اداريات، بتكلم على اعلام. لكن ككورة انا اهلي شخصيا والله ما بحضره اصلا. يعني انا مش معقول احضر، يعني انا ما بحضرش على كورته، انا ما بتعجبنيش اصلا كورته. ليه بقى؟ انا عندي مثلا الانديه دي اصلا اتعملت ليه يا استاذ احمد؟ يعني انا فاتح الاحتراف ليه؟ عشان اللعيبه تشترك، وعشان الانديه تشتري لعيبه، وعشان اتفرج عليها كمواطن. تمام. انا نادي الزمالك مثلا بيعجبني كمواطن، الاهلي ما بتفرجش عليه والله، انا عايز بس منافس. يعني في منافس. يعني انا في مره والله اترهنت انا واحمد ابني في مره عشان احضر ماتش الاهلي، هو كسبني، هو حضر ثلث ساعه. كمل يعني ثلث ساعه، انا ما كملتش. عادي انا يعني من حقي برضه، بس انا بس يعني ما تحضرش ولا مباراه يا استاذ حافظ؟ معقوله ما تحضرش ولا مباراه الاهلي؟ يا باشا والله العظيم انا يهمني بس ان يبقى في تنافس بيني. انا احسن ماتش حضرت، انا حضرت ماتش واحد والله يا احمد، يا استاذ احمد في الدوري ده. اه احمد بيه. يعني عجبني غير ماتش الزمالك، مش هتخيله حضرتك والله، ماتش النصر والاسيوطي في القاهره. والله كان ماتش منتهى الجمال. يعني ليه؟ عشان كان في منافسه، يعني فرقتين في مستوى بعض بينافسوا بعض. لكن بقى انت هتتفرج على كر وفر، يعني مصيبه الاهلي معلش، يعني كر وفر. انا متهيألي يعني احنا لو حسبنا طول الدوري على الشكل ده بتاع البطولات والانجازات، انا في رايي كره القدم
تتعمل ضربات جزاء بس، يعني يخش مثلا يخش الفريقين اللي يشوت يحط الخمس فريقات مثلا او ضربات جزاء والفريقين والله وخلاص ونقفلها، يعني مش هنتفرج على كوره بقى بعدين، والفائز والاهلي البطولات والانجازات وخلصنا عليه. هل استاذ حافظ هل معلش يعني سؤال، هل مشكله الاهلي ان هو ملوش منافس يعني ولا من وجهه نظر من وجهه نظر حضرتك ولا ايه؟ انا دلوقتي في تبقى بس الصوره واضحه يعني في دوله محترمه لسه لغايه دلوقتي ما طبقناش الاحتراف باصوله، لسه ما فيش انديه قطاع خاص، لسه ما فيش ان الانديه تحط لعيبه محترفه زي ما هي عايزه، وده لسه بدري عليه، احنا ما قلناش مش مستعجلين مش النهارده. لكن طالما الدوله مشرفه على البطوله وفعلا هي عامله، طالع عندك بطوله الكاس فيها تنافس، هنتكلم على الدوري بس. يعني الكاس مثلا في تنافس الى حد ما، يعني الاهلي واخد 36 الزمالك واخد 25 كويس في تنافس، عندك حتى كاس افريقيا، يعني الاهلي مش مستأسد على كل البطولات، بالعكس المنافسه في الكاس موجوده، افريقيا هو واخد 8 الزمالك واخد 5 في منافسه، يعني هو مش واحد، انما في الدوري ده بالذات انا مستغرب ليه ما فيش منافسه. لكن انا ممكن انا يا احمد بيه انا عايز اقول لك حاجه. انت عارف الاتحاد الاوروبي عمل ايه؟ هقول لك معاك في مسابقه كان في مسابقه اسمها كاس ابطال الكؤوس الاوروبيه. دي اتلغت، عارف الاتحاد الاوروبي لغاها ليه حضرتك يا استاذ احمد؟ هقول لحضرتك اكتشف ان الانديه الايطاليه بتاخد الكاس ده على طول، يعني معظم المباراه بطوله كاس الكؤوس الاوروبيه دي معظم الانديه الايطاليه بتاخد. طب معلش يا اصحاب هرد على حضرتك في حاجه معينه. بس اكمل الفكره دي بعد اذنك بس. اتفضل الفكره دي. يعني تخيل لما اكتشف الاتحاد الاوروبي ان الانديه الايطاليه بتاخد كاس اوروبا اللي فيه انديه من كل دول اوروبا، لان الانديه الايطاليه بتكسبه لغاه خالص، عمل مسابقه جديده والله اسمها كاس الاتحاد الاوروبي عشان يمنع احتكار انديه ايطاليا للبطوله دي. شوف الفكر، احنا عندنا الاهلي مثلا بياخد الدوري ده مثلا معظم الانديه، انت عارف يا استاذ احمد من سنه 74 لما رجع الدوري بعد الحرب. طب هم كده، طب ما كده يا استاذ حافظ هم غيروا المسمى بس نفس البطوله زي ما هي ولا ايه؟ لا طبعا عملوه بنظام مجموعات وغيروا غيروا نظام القرعه، يعني عملوا زي الكونفدراليه بدل ابطال الكؤوس تقريبا كده يعني الكلام. بحيث ما يسيطرش عليها الانديه الايطاليه، ناس بتفكر بحيث يعني بيلغي فكره الاحتكار انديه معينه لبطوله معينه، دي مش عيب، احنا بنتكلم على المنافسه ده مش عيب. لكن الكاس ما فيه تنافس مقبول الى حد ما، يعني الزمالك بياخد حتى حرس الحدود خد الى حد ما، دوري ابطال افريقيا ما لناش دعوه بيه، بس طبعا اكيد في منافسه عشان هو يعني شوف الاهلي طلع السنه اللي فاتت من الوداد وطلع قبل كده مرتين، مره في الكونفدراليه راح رجع على كاس اللي هي الشامبيونز ليج طلع برضه ليج، طبعا هو يعني لكن في الدوري ده احتكار، لازم يكون في حل فكره الاحتكار. انا من وجهه نظري هو المشكله في حاجه معينه، هو ليه بيركزوا على الدوري؟ ليه في مصر بيركزوا على الدوري والاهلي بياخدوا ليه؟ انا متهيألي عشان هو ده اللي بيصنع بالنسبه لهم يعني المجد او التطور. يعني تخيل كابتن صالح سليم، حضرتك عارف طبعا الكابتن صالح سليم اللي كان رئيس نادي الاهلي طبعا ده يعني في مقامه اكيد مشهور جدا. صالح سليم قال في لقاء لصحيفه الاهرام سنه 98 قال مقوله غريبه جدا يا احمد بيه، اتفضل. قال ايه؟ قال الاهلي اعور وسط عميان. سنه 98 يعني هو شاف الاهلي اعور. احنا هنقول بطولات الانجازات، رئيس النادي الاهلي اشهر رئيس النادي الاهلي في تاريخه اللي بيقولوا عليه اسطوره النادي الاهلي مع احترامنا كده، هو ممكن كان يقصد في التوقيت يعني ده بس يا صافي، يعني التوقيت يعني كان وحش نفسه كابتن صالح مش قصده في العموم، يعني كان عظيم 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 عظيم، لكن لما احنا بصينا في تاريخه ما لقيناش اي تاريخ ليه غير الدوري والكاس. يعني انا دورت الكابتن صالح سليم لهدف حطه مع منتخب مصر ما لقيتش غير هدف في مباراه وديه مع المانيا الغربيه. الكابتن الخطيب اسطوره الاساطير في النادي الاهلي كل تاريخه لا احترف يا كابتن استاذ حافظ، لا حط مع المنتخب تقريبا كتير واحترف بره مصر، هدف كابتن الخطيب حط 27 هدف لمنتخب مصر يا احمد بيه في تاريخه، يعني هي الفكره كان حط في الدوري كتير، يعني حط في الدوري يعني هو حط 104 كفايه جون في حتوها طبعا كابتن حافظ. يا كابتن يا استاذ احمد يعني انا يعني انت بص لما تيجي تقارن مثلا الاسطوره الكابتن صالح سليم راجل يعني اسطوره الاساطير يعني حاطط 92 هدف في الدوري ما حاططش غير هدف دولي واحد، الخطيب حاطط 27 هدف دولي، حاط الباقي في الدوري والكاس. عندك هنا لما تقارن واحد زي ميدو مثلا تلاقيه واحد حاطط 178 هدف يا احمد ديف دورات العالم. طب يا صحاف حسن شحاته حط هدف واحد بس مع منتخب مصر، يعني 19 هدف والناس تقول عليه كابتن ميدو مش اسطوره زي الخطيب ولا زي صالح سليم، يعني دي من غرق. انت عارف مين اسطوره يا كابتن احمد يا استاذ احمد؟ مين؟ استاذ مؤمن. انت عارف مين اسطوره؟ هتلاقي واحد زي كابتن احمد الكاس، عارف الكابتن احمد الكاس حاطط كام هدف للاولمبي بس؟ تخيل الرقم. ايوه 80 هدف للاولمبي والله يا احمد.
في الدرجه الثانيه وفي الدوري الممتاز. حط الزمالك 33 هدف يا احمد بيه. ايوه هو لا بس الاتحاد 4 اهداف. لا مع مصر 113 مباراه دوليه يا احمد بيه حط 26 هدف. يعني انت بتتكلم على ده اساطير. دي الاساطير، لكن هو الاسطوره بس اللي بيلعب في الاهلي بس يا احمد بيه. انا مش عارف ليه. يعني هو عشان بس لعب بمجرد النادي الاهلي؟ لعب في الدوري المصري اللي هو اصلا مصنف من اقل الدوريات على مستوى العالم. انت عارف يا احمد بيه الدوري رقم 1 في العالم ايه؟ الدوري الانجليزي. انت عارف تصنيف الاتحاد الدولي للدوري الانجليزي بياخد الدوري الانجليزي بياخد كام نقطه في التصنيف العالمي للفرق؟ 11 نقطه. عشان اصنف الفرقه اللي هي بيقول لك مثلا تصنيف الفريق الانديه 11 نقطه. عارف الدوري المصري عشان تاخده تاخد كام نقطه؟ 3 نقط. يا أصص... يعني انت مثلا حافظ. يعني مثلا فرقه زي مانشستر سيتي خدت الدوري مرتين ب 22 نقطه. الاهلي ياخد كام دوري عشان يوصل لمانشستر سيتي ورا بعض؟ طب يا صحاب عايزين نطلع من الاحصائيات دي بعد اذن حضرتك. عايز اخدك لحاجه، توقعاتك ايه لمباراه الاهلي والزمالك اللي جايه يوم الخميس؟ يا احمد بيه يا احمد بيه توقعات ايه ومباراه ايه؟ دلوقتي الدوري المصري اعمل لك الماتش بحكم مصري. يعني انا مش عارف، يعني احنا كل المشاكل والحكام الاجانب هتقول لي اصل فرق مش عارف 20 و30 وفرق 2 وفرق نقطتين وفرق 5 نقط. هو اصلا خلاص المنافسه انتهت اصلا. يعني هتفرق في ايه؟ ما احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه من الصبح بس ده ماتش قمه برضه يعني يا كابتن. ان اصلا ما فيش منافسه. احنا بنطالب، وانا طلبت حضرتك قبل كده وطلبت قبل كده، قلت يا جماعه احنا عايزين في الدوري المصري يبقى فيه منافسه. ما فيش حاجه اسمها فرقه تاخد الدوري بفرق 29 39 بونت ولا 40 بونت ولا 20 بونت وفرقه ثاني بعدها على طول في المركز الثاني مش عارفين واخده كام بونت. يا احمد بيه لازم يبقى فيه منافسه بين الفرق. مش اجي نقول الفرقه دي واخده الدوري وفرحانين بيها واخده، وعشان ما تكسفوش يقول لك 40 دوري يقول لك النجم الرابع. نجمة ايه يا عم؟ عشان ما تقولش 40 والناس تتكلم. ما ينفعش الكلام ده يا احمد بيه. احنا عايزين منافسه. وبعدين يخش لك يقول لك بطل القرن ومش بطل القرن والكلام ده. انت عارف احمد بيه قصه نادي القرن دي ايه؟ ولا ان شاء الله نخليها مكلمة؟ لا خليها في الحلقه الجايه ان شاء الله. عشان استاذ مؤمن نتمتع بيه شويه بس. شوف قصه نادي القرن. شكرا شكرا يا اصحاب. شكرا ربنا يخليك. معلش خدناك شويه. لا 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 تحت امرك. طيب مين؟ معانا استاذ خالد من قطر. استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ احمد شهادتنا فيك مجروحه. طبعا نبارك لانفسنا بعودتك مع انها متاخره شويه. ربنا يخليك يا استاذ خالد. وطبعا استضافتك اليوم لحد جميل زي دوت. اتمنى ان النهارده يكون الدرس للعيبه ان هم بيكونوا بيتفرجوا دلوقتي على البرنامج بتاعك عشان يشوفوا الاستاذ مؤمن اللي قلبا وقالبا مع النادي. الله يعزك. اتمنى من كل لاعب يكون لي صديق زملكاوي ان هو يتعايش معاه ليله واحده قبل المباراه عشان يحس بالمراره اللي بتكون جوه كل مشجع زملكاوي. استاذ احمد احنا ما فيش حد فينا اختار امه او ابوه. ممكن تكون امي مش احسن ام في الدنيا، لكنها امي انا بعتبرها هي افضل ما في الكون. نفس الشيء ينطبق على نادي الزمالك. احنا اتولدنا ما نعرفش أي حاجة في الدنيا. بدأنا نكبر من 5 سنين نشجع الزمالك، شفنا أهالينا، شفنا أجدادنا. أنا شفت جدي كان بيجي ساعة المباراة، تفتكر أيام زمان طبعًا كانت الوسيلة الوحيدة التلفزيون، ده كان فيه صعوبة شوية مش في كل بيت في الصعيد عندنا. فكنا بنروح مشوار بعيد لحد عمنا الكبير عشان نقدر نتفرج على مباراة، معاناة كبيرة جدًا وتعدل الأريال والإرسال لو قطع أيام الكابتن لطيف والناس الجميلة ديت. الناس دي مش عاشتش المعاناه. النهارده انت بتشوف في نادي الزمالك للاسف، وده يعني يحزننا، بعض اللعيبه بتهرب في الملعب. ليه بتهرب في الملعب؟ لو انت حاسس من البدايه انك مش قد نادي الزمالك، صدقني ما تلبس التيشيرت بتاعه. نادي الزمالك كبير كبير باصغر اولاده. لو طلعنا بفريق الناشئين النهارده، صدقني نادي الزمالك اكبر من اي فريق في مصر واكبر من اي فريق في الكون. تمام؟ دي رساله. ورساله ثانيه حابب اوجهها لكل الاعلاميين المحترمين الزملكاويه اللي بيدعوا زملكاويتهم، اتمنى منكم انكم تفتكروا اليوم الاول اللي دخلتوا فيه نادي الزمالك انتوا كنتوا ايه وبقيتوا ايه بفضل نادي الزمالك. اللي عمل نجوميه اي حد فيكم هو نادي الزمالك، مش انتم اللي عملتوا نجوميتكم. لو كنتوا بتلعبوا في اي نادي تاني، مع احترامي لكل الانديه لا اقلل من شان اي نادي، صدقني ما كانش هيكون ليكم اسم زي ما نادي الزمالك عمله لكم. ده شيء. الشيء الثالث، الاب الروحي لنادي الزمالك، الراجل اللي يعني تحمل على عاتقه كل المشاكل وكل وجع القلب اللي هو فيه ده. تمام؟ احنا بنقول له احنا في ظهرك، احنا في ظهرك لحد اخر العمر.
وهنفضل في ظهرك لانك راجل شريف، راجل محترم، راجل رجعت هيبه نادي الزمالك. انا عضو من اعضاء نادي الزمالك طبعا، مش هنتكلم على الانجازات والنادي بقى نادي عالمي والكلام ده كله، لان ده شيء مفروغ منه خلاص يعني. يعني الرجال مواقف، والراجل ده رجل موقف وعمل نادي، نادي كبير قوي. وانا بقول لك الصمت لغه العظماء يا سياده المستشار، بس ليا طلب عندك اخير، لم اولادك واحتضنهم. ما فيش حد بيختار اولاده، ممكن الولد بيكون بعض الاحيان عاق، لازم نحاول ان احنا يعني نعدل فيه بعض الشيء. يا ريت تجيب محمد ابراهيم، ويا ريت ترجع الناس الطيبه اللي بتحب نادي الزمالك. والله العظيم حازم امام وميدو من الناس اللي بتحبك جدا على فكره، وطبعا بندق الزمالك اللي دايما بيرجع لنا باستمرار، وعودا حميدا رجعته باستمرار. لم الناس دي حواليك، صدقني هتكسب منها كتير. الناس دي فكرها عالمي، والناس دي بتحب النادي من قلبها، مش بتحب النادي لضغائن. الشيء معلش هطول على حضرتكم، اتمنى من الناس اللي هي بتظهر في الازمات للاسف يعني، اللي هم ينتموا او بي او او بي بيتسلقوا على ظهر الزمالك، ان هم يعني يحاولوا شويه يخفوا علينا يعني. انتوا بتظهروا في الازمات، منتخب فريق اليد بتاعنا كسب، ما حدش فيكم طلع برجله. الكابتن المحترم الخلوق اللي بنحترمه لانه رمز من رموز نادي الزمالك، احمد سليمان، له كل الاحترام والتقدير، طلع في احد البرامج بيبارك لنادي المصري على فوزه، كلنا بنبارك له لانه ده نادي مصري. ما فكرش ان هو في لحظه من اللحظات يبارك لنادي لفريق كره اليد بتاعنا. ليه؟ ليه احنا دايما بنهد كل حاجه حلوه بتحصل لينا؟ ليه دايما فاكرين الازمات؟ يا جماعه لو في خلافات شخصيه بينكم وبين سعاده المستشار، اتمنى انكم تخلصوها معاه هو، ما تحطوش الزمالك في جمله مفيده. وهو رجل قوي يقدر يخلص مشاكله، ويقدر يقف قدام اي حد لانه رجل شريف. انا لست في دفاع عن سعاده المستشار لانه هو يعني ما شاء الله عليه يقدر يدافع عنه، لكن انا شايف الطفره اللي احنا عايشين فيها والحمد لله. بالنسبه لفريق الكره ان شاء الله هنتمنى له الافضل، وباذن رب العالمين في حاجات كثيره جايه في الطريق. وفي مثل دايما بيقول لك من طول الغيبه جاب الغنايم، وانا اتوقع بعد غيبه المستشار الفتره ديت في غنايم جايه لنا كثيره في الطريق ان شاء الله. الشيء الثاني، تحياتي للكابتن مؤمن اللي انت وسام على صدر كل زملكاوي. طبعا ده اكيد، لو اكيد يا استاذ كل لاعب يا مؤمن خد روحك انت، والله العظيم لن نكون احسن نادي في الكوره. حبيبي يا استاذ خالد، ربنا يخليك يا استاذ خالد، وسلامي لكل زملكاوي يعني جروب الزمالك في قطر، سلامي ليهم، مثلي عليهم. انا مش عايز اقول لك احنا قد ايه يعني، احنا طبعا مجموعه اصدقاء حبيب. مع حبايب حبايب. انا قابلت النبوي قابلت منهم، فما كنا في السوبر في الامارات قابلت منهم، وهم يعني كلهم حماس وكلهم حب لنادي الزمالك، فبالله عليك تمثل عليهم كلهم. كنت اتمنى اكون موجود يعني، انا كنت موجود هناك بس كنت اتمنى اقابلك، للاسف لان انا جيت يا دوبك حضرت المباراه ورجعت في نفس اليوم. ان شاء الله تتعوض بامر الله. وصدقني مش عايز اقول لك هنا جمهور الزمالك قد ايه، او في الخليج بصفه لا كتير يعني. طبعا يعني اكيد طبعا. لا الزمالك ليه جماهيريه في الخليج يعني كتيره جدا يعني، مظبوط يعني الناس بتحب الفن والهندسه طبعا. والسؤال الاخير استاذ احمد اتمنى تساله الاستاذ احمد الخضري، لان طلع بيان من شويه عن موضوع تمويل المدرب الاجنبي، ان تركي آل الشيخ بيتنصل من كلمه ان انا امول المدرب الاجنبي، وانه الكلام ده نزل على مصر اليوم. انا بقول ان نادي الزمالك الملكي تمام، ابو خطين حمر، مش في احتياج لاي حد يموله، لان اعتقد ان نادي الزمالك من اكبر الانديه في العالم العربي، وكدخل مفيش نادي في مصر، اتحدى نادي في مصر، وحضرتك تعرف الكلام دوت، النوادي كلها بتشتغل يوم بيومه، مفيش نادي يوفر 205 مليون حتى اكبر الانديه. انا مش هدخل اسامي انديه عشان الواحد ما تتخدش علينا ان احنا نقول الحقد بيننا وبين اي نوادي ثانيه، لا بالعكس، احنا بنحب كل النوادي وبنحترم كل النوادي، ولكل مجتهد نصيب. اذا كان احد الفرق اجتهد واخد الدوري مبروك عليه، بنرفع له القبعه شابوه، ما عندناش ادنى مشكله، لكن التقليل من نادي الزمالك صدقوني نادي الزمالك كبير وعظيم وله كل الاحترام والتقدير، وما احنا مش في احتياج لاي حد يدعمنا، لان يكفينا بس سور نادي الزمالك اللي لو ما اعتقدش في نادي في العالم يمتلكه، يمتلك الدخل اللي بيدخل منه. الحمد لله انا ثقتي في ربنا ثم في الاب الروحي لينا سياده المستشار ان شاء الله باذن الله هيرفع راسنا
وانا متوقع ان شاء الله اللي جاي لنا هيكون احسن، وتوقعاتنا للمباراه ان شاء الله نشوف مباراه طيبه ما بين الاهلي والزمالك ترجعنا لزمن الفن الجميل ان شاء الله يا سعيد. بعيدا عن النتيجه وان شاء الله خير يا، وسامحونا للاطاله. لا لا، واخيرا بعتذر ليكم. شكرا جدا. وتمنياتنا لاخونا مؤمن ان شاء الله دايما كده بدوام الابتسامه، ودموعك بتكون غاليه علينا قوي لما حبيبي. الله يعزك. ربنا يخليك يا سعيد. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. كما على قدرك انك بتشجع الزمالك. طبعا طبعا، شرف ليا. شكرا شكرا يا استاذ خالد. الجماهير بتعشقك. الله يخليك يا استاذ احمد. والله انا يعني الحمد لله انا قريب من الجماهير، وهي الجماهير اللي مخليه. يا جماعه معلش وقفوا المداخلات شويه عشان نقدر نتكلم مع سمو من اكتر وقت يعني. جمهور الزمالك هو الجمهور الصابر يعني، ايوب الكره المصريه زي ما بنقول، وهو اللي يعني بايده انه يعلي اي حد، او لو غضب جمهور الزمالك بيخلي اي حد برضه يعني بيخسف بيه الارض زي ما بيقولوا. فجمهور الزمالك هو يعني اعظم شيء في المنظومه دي، وربنا ييسر الحل ويفرحوا اللي عامل جاي ان شاء الله. انت شايف ايه اللي ممكن الزمالك محتاجه عشان يرجع الزمالك يعني؟ الزمالك دلوقتي شايف، انا طبعا انت قلت الموسم ده نعتبر الزمالك ما جاش فيه بالظبط، بس هو إيه ان شاء الله فاضل البطوله وان كانت برضه يعني بس ان شاء الله يعني ربنا ييسر ومع المدرب. طب ايه اللي محتاجه الزمالك عشان يرجع؟ هو هي يعني هي بيبقى مثلث كده، ثلاث عناصر مثلث نجاح، لازم الثلاث عناصر دول يكونوا متواجدين. جهاز فني واداره بالظبط، جهاز استقرار اداري دي بتبقى جايه طبعا من مجلس الاداره، وجهاز فني يقعد فتره مع لعيبه، واللعيبه من ولاد النادي. انا لازم ارجع بعض عناصر اللي كانت اللي مشي دي، القوام الاساسي بالظبط، القوام الاساسي. لاني ماشي، انا ممكن اغير في 3 4 لعيبه لكن ما اغيرش في كل الفريق، فبيبقى مش متجانس، مش عارفين بعض. لازم تبقى في ناس قديمه توجه الناس الجديده اللي جايه، تعرفهم الدنيا ماشيه ازاي. فلازم ارجع بعض العناصر اللي كانت موجوده في الفريق عشان تقاوم اللعيبه الجديده دي، ولازم الجمهور، لان زي ما قلنا في عدم وجود الجمهور نادي الزمالك زيه زي اي نادي ملوش جماهيريه. لازم جمهور يحسس اللعيبه دي بالمسؤوليه اللي هي موجوده، المسؤوليه بالظبط، ويعرفوا ان ما يعني الزمالك مطالب بالفوز في كل مباراه، مش هبقى خارج متعادل وانا فرحان او كده، لا الكلام ده ما ينفعش. جمهور الزمالك خالص مش طموحات. طبعا استاذ مؤمن، بتستعد ازاي المباراه قبل ما تروحها؟ وهل بتشوف؟ بيبقى عيد بيبقى عيد، بس هم ما بيبقوش حاسين بقى بالجمهور ده. عند جمهور الزمالك ماتش الزمالك ده يعني بيبقى عيد يعني، ممكن الواحد ما يروحش شغله، يستأذن من شغله بدري، والله بيبقى والله. عيد للدرجه دي؟ عشان كده بقول لحضرتك الزمالك بيأثر في مودنا يعني. ممكن الزمالك يتغلب ما تروحش تاني يوم الشغل، ولو رحت تاني يوم الشغل يعني يحصل مناوشات ما بينك وما بين اصحابك. انت بتشتغل تعرفش تشتغل فين؟ انا شغال في الشركه المصريه للمطارات، شركه تبع وزاره الطيران المدني. بقى لي فيها 10 سنين، يمكن ازيد كمان 12 سنه ولا حاجه. والحمد لله يعني، الحمد لله متواجد فيها ومستقر فيها الحمد لله. الحمد لله، ربنا يكرمك. الله يعزك. الله يخليك يا استاذ احمد. يعني لما يبقى في مباراه ممكن تستاذن وتمشي؟ ممكن ما اروحش لان يوم الاستاد بيبقى يوم مرهق يعني. يوم مرهق بالنسبه لي ان انا اروح الشغل واطلع من الشغل على الاستاد. بعملها والله يا استاذ احمد يعني، بعملها، بس لان مش كل ماتش هاخد اجازه طبعا. لا بعملها في بعض الايام كده لما بكون عايز اروح ماتش بدري يعني. ماتش زي ماتش الاهلي والزمالك ده طبعا يوم الخميس مش هتروح طبعا؟ والله انا زعلان بجد يعني. انا بقى من يوم ماتش الاسماعيلي انا ما بروحش، لاني يعني كم انا مش حابب اشوف الزمالك في الوضع ده، لاني زي ما قلت لحضرتك انا كاني اخويا تعبان، كاني والدي تعبان، مش هبقى حابب اشوف المنظر ده كتير. لا، ما بحبش ان انا حتى اشوف نوع من انواع الاستهانه او التخاذل او البرود، لا يعني. هو هذه اللقطه. دي لقطه ماتش النجم الساحلي. هي دي اللقطه، هي دي كانت دموع فرح يعني، ما كانش دموع حزن، لان كانت دي بعد الجون الثالث بتاع مصطفى فتحي يعني. كنت حاسس بايه في الوقت ده؟ والله ده احساس ان كاني ليك حد قريب قوي مثلا في غرفه انعاش، وبدا النبض يرجع له او كده بالظبط كده. بصراحه يعني حاجه مش عارف اقول لك ايه. لا يعني فعلا الزمالك يعني بيوجه حياتنا يعني، هو الزمالك بيوجه حياتنا وبيوجه يومنا وتحركاتنا، فيا رب ان شاء الله. في حاجه غريبه جدا في جمهور الزمالك بصراحه، ما شفتهاش في اي جمهور في العالم مش في مصر. تمام. يعني الزمالك يبقى مهزوم متعادل ضيع منه بطوله والناس بتعشقه، ده ممكن يسقفوا له، ممكن يسقفوا اللعيبه. حاجه غريبه جدا. احنا شفناه، اعرف انديه ثانيه لما فريق يتهزم او بطوله تضيع منهم يضربوا لعبتهم يعني حاجات كتير بتحصل، مواقف كتير بصراحه. ده حقيقي يعني. شايف يعني سلوك جمهور الزمالك العظيم
يعني ده بقى صعب انك تلاقيه في اي جمهور في العالم. طبعا هو جمهور ذو طبع اوروبي يعني، هو بيحب يستمتع بالكرة افضل من النتيجه يعني. احنا عندنا نموذجين، يوم ماتش صن داونز انت خرجت من البطوله ومع ذلك الجمهور بينادي للعيبه وبيعيط 14 لاعب بالظبط كده يعني، كتر خير الدنيا يعني، بالظبط كتر خير الدنيا لما وصلوا النهائي. وعندنا المباراه اللي احنا لسه جايبين لقطه منها النجم الساحلي، خرجنا من البطوله 10 لعيبه بس، جمهور الزمالك زواق حس ان اللعيبه عملت اللي عليها، مش مشكله اخرج من البطوله اتغلب ما فيش مشكله انا عندي، بس حاسس انك انت الراجل وعملت اللي عليك. عارف يا استاذ مؤمن والله هقول لك على حاجه، اتفضل. قبل ما الواحد يدخل في مجال الاعلام ده، لما كنا نسمع الكلام ده كنت بحس ان هو شعارات يعني، بيقولها يعني بيصدروها للجمهور عشان يصبروا الجمهور. لما قربت الناس لقيت الموضوع فعلا بجد وحقيقي، ان الناس بتحب بجد، مش موضوع ان انا بصدر موضوع للجمهور عشان اهدي الجمهور، لا الناس فعلا بتحب نادي الزمالك بجد بدون مش مستنيه حاجه يعني، مش مستنيه اي حاجه بالظبط، اصل مستني ايه ده يعني، زي ما بقول حضرتك ده ممكن ياخد اجازه من شغله، ده في ناس ممكن يتعمل عليها خصومات وجزاءات بسبب انه مشي بدري عشان ماتش وبتاع، فعطاء عطاء بلا حدود يعني. بس يا رب يا رب اللعيبه دي تحس بالجمهور، وان شاء الله اللي جاي يكون كويس للجمهور ده، لان جمهور الزمالك يستحق اكتر من كده بكتير يعني. مباراه الاهلي والزمالك هتروحها اللي جاي؟ زي ما قلت لحضرتك انا زعلان والله يعني، انا زعلان بجد من ان اللعيبه وصلتنا للمرحله دي، بس ان شاء الله نحاول جهدا نكون موجودين، واتمنى يا رب ان هم ما يخذلوناش زي المباريات اللي فاتت كده ان شاء الله يعني. مباراه الاهلي والزمالك بتبقى يعني مباراه ملهاش مقياس، مباراه قمة بطولة، فان شاء الله الزمالك يعني يحقق فيها المراد. دي صورك مع فريق اليد؟ دي مباراة السوبر الأخيرة، ودي صور من مباريات عادية. صور طبعا معبرة كابتن محمد صبري، ده يوم ماتش السوبر طبعا. كابتن محمد صبري ده نجم طبعا، ورمز من رموز نادي الزمالك الحالي طبعا. وحضرت عزاء الكابتن طارق سليم تقريبا، كانت لفته كويسه جدا منك يا اسمو. انا يعني بغض النظر عن ان انا زملكاوي بحب الزمالك جدا، طب لكن انا طب عايز معلش يا اسمو، اتفضل. ليه رحت عزاء طارق سليم بالذات يعني؟ هقول لحضرتك حاجه يعني، انا يعني يمكن البعض هيستغرب مثلا من حاجه زي كده، انا بحب الشخصيه اللي شايفه شغلها عموما يعني، بغض النظر عن الانتماءات، انا بحب الشخصيه اللي شايفه شغلها، الشخصيه الجد، الشخصيه الحازمه اللي لما الفرقه اللي ماشيه على سيستم معين. فانا كنت من ضمن المعجبين بكابتن ده لا يقلل يعني، من ضمن المعجبين بكابتن صالح سليم او عائله سليم كلها، انا يعني كنت معجب بيهم وما زلت بتحبهم يعني، يعني. بالظبط بحترمهم. فلما حصل حاله الوفاه دي انا رحت عزاء كابتن طارق سليم، وعايز اقول لك يعني استاذ هشام سليم يعني استقبلني استقبال يعني حسسني ان الحمد لله ان انا عملت خطوه زي كده، لاني يعني انا فاكر له كلمه لغايه دلوقتي قالها لي، قال لي انا مش هنسى لما جيتك دي على راسي يا مؤمن، يعني كنت مبسوط ان هو حتى عارفني بالاسم. فهم عائله محترمه جدا بغض النظر عن انتماءات الكرويه، وبعدين العزا ما فيهوش انتماءات والمرض ما فيهوش انتماءات يعني. لا انا قصدي مش قصدي كده والله، انا قصدي انك انت اخترت يعني كذا عزا حصل وما لا انا لا انا رحت كذا عزا يعني، حتى في رموز زملكاويه كتير انا رحت لهم عزا يعني، رحت عزا كابتن حماده امام، رحت عزا برضو ابن المهندس هاني زاده، ايوه لا يعني انا متواجد احمد رفعت بالظبط وكابتن احمد رفعت، فانا في رموز الزمالك في العزاء هتلاقيني موجود حتى عن الافراح يعني، هتلاقيني موجود في العزاء اكتر يعني. بس فكان كابتن طارق سليم اللي حركنا زي ما قلت لحضرتك، المشاعر الانسانيه مش الانتماءات يعني. في رساله جايه لك من الاستاذه مره اسامه صحفيه بالدستور، تمام عارفها طبعا اكيد. طبعا أكيد. طبعا معاك على طول في الملعب، في الملعب متواجده منوره الدنيا طبعا اكيد. بتقول مؤمن مرجان قلب ونبض الزملكاويه، مشجع درجه ثالثه، هو محمود حمدي وعبد الرحمن انا بعتبرهم مندوبين لجمهور الزمالك في الملعب طبعا، بمسي بجد دي فرصه لو اللاعبين يقدروا يشوفوا هياكلوا النجيله والله يا ريت. فرصه بقى من الرساله دي طبعا، انا بمسي على مروه طبعا وعلى يعني اجتهادها في ارض الملعب ربنا يقويها يعني، فرصه انا بمسي على اخواتي الصغيرين محمود لذيذ، محمود يا استاذ زملكاوي برضه جدا، محمود اللي جنبي اللي بيبقى محمود اللي قاعد على كرسي اللي هو قاعد على كرسي محمود جه مع كابتن خالد بالظبط انسان جميل، وعبد الرحمن برضه جه مع كابتن خالد يعني دول اخواتي الصغيرين بيبقوا قاعدين، انا ما اقدرش استغنى عنهم على يعني في تراك ارض الملعب بيبقوا قاعدين جنبي. يا رب يعني انا نفسي اللعيبه تشوف الناس دي اصلا في عناء، عقبال ما احنا بنيجي
حاجه زي كده عشان عايزين نشوف الزمالك في صوره كويسه. بالظبط هي دي قعدتنا بالظبط. محمود اللي جنبي وعبد الرحمن اللي انا بمثل عليه. طب انت بتشوف في عناء في دخول الملعب يا استاذ مؤمن؟ كان الاول في مشاكل مثلا او حاجه؟ اكيد كان الاول طبعا. الموضوع ده كان غريب اصلا على الملاعب المصريه ان ذوي الاحتياجات الخاصه او يحضروا المباريات. بدا يعني الحمد لله يعني ان بدات بيا وبعدين بقى في جراءه بقى يعني الكل بقى يتجرأ ان هو يروح. كانوا خايفين شويه او في حاجز ان حد يمنعهم او كده. فالحمد لله الكل بقى متواجد. وزي ما قلت لحضرتك محمود عبد الرحمن ما اقدرش استغنى عنهم في التراك دلوقتي. ربنا يبارك لك يا رب. يعني انت شايف ان طب اكتر بطوله فرحت بيها جدا اكتر هي في بطولات كتيره قوي انا فرحت بيها يعني يعني نهائي كاس مصر اللي كان كابتن مؤمن سليمان المدرب فيه تمام اللي خلص 3-1 للزمالك ومباراه السوبر في الامارات. لا في بطولات كتير جدا دي بطولات حديثه وبطوله افريقيا الاخيره طبعا اللي هي كانت ماتش الرجاء يعني متفائل من ماتش الكاس الماتش الدوري الماتش الجاي الاهلي زي ما قلنا المباراه دي ما لهاش اي مقياس خالص يعني كتير. لكن انت متفائل؟ انا متفائل بوجود خالد جلال ابن من ابناء النادي بيبقى حاسس باللعيبه بيبقى حاسس بالنادي متفائل بده واتمنى ان هو يبقى موجود. الزمالك بيقول نفس الكلمه بتاعتك. يعني انا يعني اتمنى ان هو يبقى موجود برضه مع المدرب الاجنبي هيفرق والله يا استاذ احمد يعني اتمنى فعلا ان هو يبقى موجود معاه ما يبقاش المدرب الاجنبي بس ونبدا بقى فرصه تعرف على اللعيبه واماكنهم والمراكز بتاعتهم. لا لازم واحد برضه يعرف المدير الفني الاجنبي الدنيا ماشيه ازاي. فان شاء الله خير باذن الله. تحب تقول ايه رساله للاعيبه نادي الزمالك قبل بطوله كاس مصر؟ هي البطوله الوحيده اللي دلوقتي اللي منتظرها الجمهور يعني. والله انا يعني عايزهم بس يحسوا بجمهور الزمالك شويه بجد يعني يعني جمهور الزمالك يستحق افضل من كده بكتير ولازم هم يبقى عندهم غيره شويه على التيشيرت اللي هم لابسينه بل يعني انا اتمنى ان هم يبقى عندهم غيره لنفسهم هم. احنا جمهور الزمالك احنا بنشجع الزمالك زي ما حضرتك لسه قايل سواء حقق بطوله او ما حققش دي معادله محسومه ملهاش خلاص موضوع منتهي احنا مش مستنيين بطولات من حد. لكن انا اقصد ان اللعيبه دي اعمل مجد شخصي لنفسك يعني انت مش مكسوف مثلا وانت داخل كل يوم البيت مثلا لوالدك او والدتك مهزوم مضيع بطوله مش مكسوف وانت داخل لزوجتك مضيع بطوله قدام ابنك يعني غيره لروحكم الاول واعملوا مجد شخصي لنفسكم الاول واحنا كجمهور زمالك لما نحس انكم بتعملوا اللي عليكم هنساندكم وهنقف جنبيكم واحنا مش محتاجين بطوله برضه احنا زي ما قلت لحضرتك تشجيع الزمالك بدون مقابل يعني عطاء بدون مقابل. فاتمنى الفتره الجايه ان هم يحسوا بجمهور الزمالك ويعرفوا قيمه التيشيرت اللي هم لابسينه والزمالك ما يستحقش المكانه اللي هو موجود فيها دلوقتي. طبعا بعض الجماهير وبعض الصحفيين قالوا لي ان الاستاذ مؤمن بيتنبأ ان يا كابتن هتجيب هدف بين الشوطين بتقول كده. حصل مع كهربا تقريبا حصل مع كهربا كان قالت لي كده يا استاذه مروه قالت ان ده حقيقي حصل مع كهربا قبل ماتش المحله في اللقطه دي وكان بيضيع فرص كتير قوي قبلها وكان طب ما تقول لي كاسونجو حاجه طيب يمكن ربنا يمحو خسارته ولا حاجه الماتش الجاي الماتش الجاي وانا بنزل الملعب اقول لك كاسونجو هي اللقطه دي قبل الماتش كان بيضيع كتير وراح لك مخصوص هو لان قبل الماتش انا قلت له يا كهربا ركز هتجيب يعني وعدتها له ركز هتجيب فهو اول ما جاب افتكرها بقى مفيش اي حاجه جات لك لكاسونجو خالص الايام الجايه ولا حلمتش اي حلم بعد الماتش اللي جاي بعد ماتش القصيطة هنشط يعني بصراحة الناس كلها كانت هتتجنن المباراة اللي فاتت غريبة جدا غريبة يعني اللاعب مثلا مهاجم يضيع 3-4 تجون ولا لدرجة ان احنا اقتنعنا ممكن تكون في صح حاجة معمولة يعني مش معصية يعني حاجة غريبة والله واللي بيحصل للزمالك حقيقي بيبقى غريب يعني تبص تلاقي كور تيجي في العارضة وتخرج طب ما تخبطي وخش احنا بنشوفك بتخبطي وتخشي وتخشي مع ناس تانية مع ناس تانية تخبط في ايدك في رجلك في كتفك سوري في لفظة افاف مع ناس تانية ماشية ايه الله اكبر يعني زي الفل لكن معانا احنا الموضوع معرفش حاجه كده. غريبه صح والله بيبقى قدام الشبكه صحيح وما تفهمش ايه اللي بيحصل يعني بس يعني الموضوع محتاج تركيز بس اكتر هو السر في الالوان ولا مش عارف مؤمن انا سعيد جدا بيك والله يا استاذ احمد انا اسعد والله, والله يعني العصير. انا مبسوط ان انا كنت معاك لان انا مش هنزايد على زملكاوتك احنا كجمهور زمالك عارفين انت بتحب الزمالك قد ايه ربنا يخليك ويعني يعني نتمنى دايما يعني يبقى في امثال حضرتك كتير ان اصوات زملكاويه بقى يعني تدافع عن الزمالك وكل الزمالك قناه فيها ولاده يعني يدافعوا عن حقوق نادي الزمالك. عارف يا استاذ مؤمن هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. يعني في عناء شديد جدا من هذا الموضوع بمعنى
يعني انا عندنا فقره في البرنامج بيكون معنا فيها الاستاذ احمد الخضري والكابتن خالد اللي هي زمالك خط احمر. تمام. انا بلاقي هجوم شديد جدا وفوق ما تتخيل، وبلاقي حاجات صعبه جدا 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 هجوم على وهجوم علينا يعني من غير في حين ما هو انت في حين انت لان في برنامج اسمه ملك وكتابه مظبوط هناك مظبوط بيتكلم وبيدافع عن النادي الاهلي. يعني اتمنى المشكله طب هل احنا معلش هل مش مطالب هل مش مطالب من الزمالك؟ لا ما هو بنسيء لحد. لا احنا بندافع، بتقول كلمه عن الزمالك بندافع بكل ادب واحترام. هو المطلوب، المفروض مطلوب ان احنا ما ندافعش عن الزمالك. لا مطلوب ان الزمالك ما يبقاش ليه صوت قوي، يعني ده مطلوب، يعني كده لازم يبقى كده، والكوادر بتاعته تبقى مختفيه، ما يبقاش ليها انتقادات وحاجات. وعارف والله العظيم اقسم بالله ان في ناس بتقعد تشتم والله بعمل لها لايك، انا مش في دماغي. لا ما يعني معلش خلاص اصل انا معلش يعني انا ما اعرفكش انت مين اصلا، او انا صحيح. مش هنزل لمستواك وارد عليك بالظبط، خلي بال حضرتك. فبالتالي انا عادي بس الحاجات دي كلها كده، انا ما يبقاش في جبهه زملكاويه تدافع عن حقوق نادي الزمالك. عشان كده بقول لحضرتك اتمنى ان يبقى في قناه للزمالك يتلم فيها الكوادر الزملكاويه واولاد النادي فعلا، يعني العالمين اولاد أكيد النادي اكيد طبعا تدافع عن حقوق النادي وعن حقوق جماهيره، يعني بامر الله ان شاء الله. عايزين رساله حلوه كده، رساله حب للجميع تقولها اسمها مني. الناس كلها مبسوطه بيك على فكره. الله يخليك، ربنا يخليك يا استاذ احمد. انا مبسوط ان انا موجود بجد معاك النهارده وموجود في قناه ال تي سي، ورساله انا اتمنى ان الكل يتكتف حوالين نادي الزمالك، اداره، لعيبه، يعني جهاز فني، جمهور. برضو زي ما بدات الحلقه هنهيها بان يا رب ان شاء الله الجمهور يكون ليه التواجد الفتره الجايه. لازم 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 نحل الموضوع ده يا استاذ احمد. يعني انا برضو بناشد مجلس اداره الزمالك وبناشد المسؤولين في الدوله ان جمهور الزمالك لازم يكون متواجد في مباريات، في تدريب، ويتعاد بناء المدرجات اللي اتهدمت دي، عشان خاطر جمهور الزمالك حضوره في التدريب بيدي باور للعيبه دي تقدر تلعب الماتش الجاي بروح الفانيلا، بروح التيشيرت الابيض. يعني فيا رب ان شاء الله اللي جاي يكون افضل لجمهور الزمالك اللي يستحق افضل اكتر من كده بكتير. يعني سعدت بيك يا اسمعني. انا اسعد جدا والله يعني العظيم بجد. انا سعيد جدا، انا مش عايز اخلص كلام معاك والله العظيم. والله العظيم الله يعزك بجد. ان شاء الله باذن الله هتبقى في حلقه كامله بامر الله ان شاء الله معاك وانت وزمايلك. يعني انا بصراحه والله انا بكلمك بامانه والله بدون اي رياء ولا اي حاجه ولا اي مجاملات، انا مش عايز انهي الكلام حبيبي. حبيبي يا استاذ احمد بجد والله انا مبسوط جدا بالتواجد معاك النهارده، ويعني مبسوط ان انا كنت موجود مع جمهور نادي الزمالك، يعني ويا رب اكون ضيف خفيف عليهم، وان شاء الله الزمالك يكون افضل ويبسطنا ويسعدنا الفتره الجايه ان شاء الله. سعدني بيك يا استاذ. انا اسعد والله استاذ احمد الله يعزك. اعزائي المشاهدين كان معنا الاستاذ مؤمن مرجان، طبعا صوره محترمه ومشرفه لجمهور نادي الزمالك العظيم. بنتمنى له التوفيق في الايام اللي جايه، وان شاء الله هيبقى معانا في حلقه ثانيه، هيبقى الحلقه كلها معانا الاستاذ مؤمن وكل زمايله اللي معاه في تراك الملعب نادي الزمالك. هنطلع لفاصل وهنستقبل الاستاذ احمد الخضر رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك والكابتن خالد الغندور. ما تمشوش معانا النهارده الزمالك خط احمر.